بي صباح الهدف. الخسائر يعني عادية ونحن صامدين، قلت لك غير كين أستاذ، والحمد لله عايشين ونحن ما منعيف لا أول ولا آخري، ولا منعيف أرضنا ولا منعيف حواشنا ولا منعيف حارتنا ولا منعيف بلدنا، والحمد لله عايشين وصامدين، وربي لك الحمد والشكر. نشكر الجيش الحر، نشكر الشعب، نشكر بس أمريكا خربت بيتنا، روسيا خربت بيتنا، بلاد غرب ما عم شوفنا، هالضحايا هالأطفال هالأول آخري الله يرحمه سبحانه وتعالى يتوالى بأمره. طيب عم يحكي انه في حصار بحلب، في حال انه لا سمح الله صار حصار بحلب، ايش رح تسوي؟ صامدين 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 والحمد لله.